محمد جمال زيادة وهو شقيق مصور شبكة يقين أحمد جمال زيادة. أهلا وسهلا بك سيد محمد، أهلا وسهلا بحضرتك يا شكرا هلا، جزيلا على قبولك المشاركة ربنا معنا هذا يخليك، ربنا يخليك. المساء. أول شيء حابين نطمن على إن كانت هناك أي أخبار تصلكم من أحمد، صحته. حضرتك كنت كاتب في الفيسبوك أنه صحة شقيقك في حالة حرجة جدا. في الحقيقة هو أحمد مضى مع الطعام كده بقاله 10 أيام تقريبا بسبب اللي حصل ليه أو التعذيب اللي هو تعرض له في سجن أبو زعبل. أحمد ممنوع، إحنا طبعا هو اتمنع زيارة شهر، كان في حصل برضه حاجة من مأمور السجن أو رئيس مراحل السجن فمنعه عن الزيارة شهر بسبب الكلام اللي هو بيكتبه، فإحنا بنطمن عليه من الأهالي، يعني بشوف مين من أصحاب أو حد أعرفه في سجن أبو زعبل من الأهالي بيطمنا عليه، فما بقدرش يعني أتواصل معاه يوميا، بطمن عليه مثلا كل 3 أيام ولا أي حاجة من حد من الأهالي، فأنا مش بقدر أتواصل معاه أو أعرف صحته عاملة إيه، لكن طبعا هو مد مع الطعام بقاله 10 أيام، فمن الطبيعي إن يكون حالته الصحية يعني، أو من الطبيعي إن هو يكون تعبان، يعني في السجن أحمد في السجن طبعا هم مش مهتمين بالمساجين او بالمعتقلين او مش بيكشفوا عليهم، يشوف مين بيضرب على الطعام، لان هو لما اعلن قضاءه على الطعام فقال له الضابط احمد عمر، قال له انا مش جايبك هنا عشان تضرب على الطعام، احنا جايبينك هنا اصلا عشان ما تاكلش، يعني من الطبيعي ان يكون حالته الصحيه في خطر. الرسالة، عفوا، اللي احنا اذعناها قبل قليل كانت اخر رسالة من احمد. لا في رساله كانت بعديها حصلت، خرج رسالة تاني بعديها مع حد برضه من أهالي المعتقلين، فيها ايه؟ كان بيقول فيها إن الـ الناس اللي عليها علامات الضرب اترحلوا من سجن أبو زعبل، وإن إحنا تهددنا بإن إحنا ما نتكلمش لما يجي الرب لحقوق الإنسان، تهددنا إن إحنا ما نتكلمش وما نقولش على اللي حصل لينا، لكن طبعا ما اتكلموا وما خافوش من التهديدات اللي حصلت من إدارة السجن. وكان بيقول فيها ان احنا متهددين ان احنا ممكن نخش التأديب تاني او هنتعذب تاني او ممكن يحصل فينا حاجة تاني، فبس فكان بيوضح فيها يعني حاجات انتهاكات من إدارة السجن حصلت تاني بعد التأديب. طيب ممكن تحكي لنا أيضا أستاذ محمد عن أكثر التجارب المؤلمة اللي كان دائما يضل يحكيها، أو أكثر شيء معلم في نفسيته لحد الآن؟ هو بس في الحقيقة أحمد دايما لما بيجي بيسأل أنا معتقل ليه؟ أنا في الأساس أنا معتقل ليه؟ تمام، هو أحمد صحفي طبعا في شبكة يقين، وكان بيصور، كان بيغطي أحداث جامعة الأزهر، وكان معتقل وكان من الشبكة اللي هو بيعمل فيها، وتم اعتقاله رغم إن هو كان معاه تفويض من الشبكة إن هو يصور في المكان ده، فهو أكتر حاجة وجعاه إن هو يعني أنا ما اتقبضش عليا وأنا مجرم، أنا مش مجرم، أو ما اتقبضش عليا حتى وأنا بتظاهر. يعني لو انا كنت بتظاهر واتقبض عليا تبقى هقول انا استاهل او ده قانون او اي حاجه، ان انا كنت شغال، انا مصور وكنت شغال وده عملي، فانا ليه معتقل لحد دلوقتي؟ انا ليه معتقل بقالي سنه ونص؟ تمام. طبعا طبعا في يعني رئيس المباحث او مامور السجن او اداره السجن عامه في بيتعاند مع احمد بشكل كامل، لان هو احمد بيحب الكتابه كتير جدا، فاللي هو يعني اول ما بيحصل انتهاكات بيكتبها، فدي بتخلي إدارة السجن يعني إيه دخل التأديب أكتر من مرة بسبب الكتابة، تقريبا 5 مرات بسبب الكتابة. أحمد قضى عن الطعام في 98 يوم، 98 يوم، وكان بسبب برضه عدم إن هو ما يعرفش إيه سبب اعتقاله، يعني أحمد حجز القضية بتاعته الحجز الوحيد كاميرا،